بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطنة سورية من مدينة دوما بريف دمشق، متجوزة وعندي ولدين صغار الحمد لله. من كان جمعة كان في عنا مظاهرات سلمية، وجوزي قال لي تعي يا مرة اطلعي معنا على المظاهرات، كل أهل البلد عم بدهم يطلعوا، نسوان ورجال وما راح يصير شيء إن شاء الله. قلت له طيب بطلع، ليش لا، لازم نشارك. وهذا اللي صار، طلعنا بالمظاهرات ونحن بقلب المظاهرة سمعنا صوت اطلاق نار. خاف جوزي كثير علي وعلى الأولاد، قال لي بترجعي بسرعة على البيت وبتشوفي الأولاد وبتديري بالك عليهم. رقدت وصلت على البيت، وأنا عم بفتح الباب حسيت هيك 4 5 رجال شلة دفشوني دفشة قوية وقعوني على الأرض وفوتوني لجوا، والولاد شافوهم صاروا يبكوا الولاد، وما فهمانين شو صار، من هدول الغرباء فكرون جايين معي، صاروا يكسروا بأساس البيت، وأنا مسكت الولاد عانقتهم قلت لهم ما رح يساوي شي، هدوا هديتهم روقتهم وهن يبكوا. وبعدين في كانوا لابسين وعي عسكرية، ما بعرف، بس عم بيحكوا حكي لهجة لبنانية. بعدين في واحد منهم يمكن هو المسؤول، أكيد هو المسؤول مبين عليه، نادى على واحد اسمه حيدر، قال له روح سكر الباب اقفله باب السقا، وخد الأولاد حطهم تاني أوضة وسكر عليهم الباب اقفله. أنا خفت كتير على الأولاد، قلت له الله يخليكم ما تأذوهم، وهم صاروا يبكوا الأولاد ويناولي ماما، وبدهم ياخذونا ماما، يبكوا. صار ابني صغير يبكي وبنتي، وهم يبكوا وأنا أبكي معهم. قلت له الله يخليكم ما تأذوهم، أنا حطهم تاني أوضة ما رح نأذيهم، بس خلينا نتمتع وننبسط. انبسطت فيكي وانبسطت معك، الله يخليك، ابوس ايديك وابوس اجريكم. انا بلا بتشمسه بسلمه وبخاف الله، ما تمسوا بشرفي، ما تمسوا بعرضي، الله يخليكم، ما عندكم عرض انتو، الله يوفقكم. ترجيتهم مست ايديهم رجليهم ما ردوا علي، الولاد عم يبكوا، هن هدول هجموا علي مثل الوحوش، وحوش هدول جماعة نصر الله، وحوش والله العظيم، وحوش هجموا علي ثلاثة، صاروا يشقوني وعيي، شلحوني، والولاد عم يبكوا وهن نايمين فوقي، شلحوني وعطيتوا علي واحد واحد ورا الثاني، وانا صرت بالاول ابعدهم ارفصهم اعضهم، بس ما قدرت عليهم. اشكي الله، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل. شكيتهم لواحد احد، شكيتهم لربي، الله ينتقم منهم ويفضح عرضهم مثل ما فضحوا عرضي، الله يفضح عرضهم. بعدين تركوني مرمية على الأرض، مرمية هيك ما عرفت شو بدي أساوي، تمنيت قلت الأرض تنشق وتبلعني وتخلصني من هالحياة، سمعت الأولاد عم يبكوا، قمت ركضت لعندهم لبست وركضت، صرت أهنيهم على الأرض، أنا بقول لهم يا ماما ما تبكوا ما تساوي شي. كان الله الصورة. وأنا بعدين صرت عم برتب بالأوضة، وشفت لقيت على الأرض، وشو لقيت؟ شايفين؟ أنا حزنت، تأكدت إنه مو من عنا، من البلد. هدول وحوش، هدول جماعة نصر الله، وحوش الله ياخدهم ينتقم منهم، ما بعرف. وجوزي مو مبين،
ما بعرف وينه، اختفى اختفى، ما بعرف وينه، مات عايش مسجون مو مبين، يا الله وينه، يا الله يا ربي. انا مت انا والاولاد، عند ناس رايبين رايبين جوزي، وما فتحت امي، ما حكيت شيء. قلت شو بدي احكي، فضيحه فضيحه، شو بدي احكي، حدا بيفتح حاله، انا الضحيه، وخايفه افتح امي، خايفه احكي، مشان هيك قلت هالسر ما لازم يكون هيك، ما لازم ادفنه، لازم احكي واوعى الناس يوقفوا يوقفوا ويمنعون، ينتبهوا على بناتهم، ينتبهوا يديروا بالهم، الناس هذول وحوش، واليوم اعتدوا علي. وانا بعرف مو اول وحده، مو اول وحده ولا اخر وحده، لازم نمنع هالجرائم البشعه، هالجرائم عم بيسلبوا عرضنا، عم بيسلبوا شرفنا، لازم نمنعهم، لازم. مشان هيك ان شاء الله تكون رسالتي وصلتكم، وانا اليوم الضحيه مثل ما قلت لكم، بكره يمكن امكم، اختكم، بنتكم، لازم تفوق.